بعد ما شفنا وتابعنا الاحداث اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنشوف ايه الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من اهمها بدء صرف معاشات شهر يونيو، وكمان التموين هتبدا صرف السلع التموينيه للشهر الجديد. ده غير انه النهارده في مباراه مهمه جدا بين ايطاليا والارجنتين على لقب كاس الابطال. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هتبدأ صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وصدرت توجيهات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من الأوراق النقدية. النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يونيو. الوزارة قالت إنه بيتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولاً بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى. النهاردة هيبدأ ولمدة شهر التقديم الإلكتروني لطلاب سنة أولى ابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة والقومية. لعشاء الكرة العالمية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية هتجمع ما بين منتخبي الأرجنتين وإيطاليا على لقب كأس الأبطال الساعة 9:15 على ملعب ويمبلي في المسابقة اللي بتجمع بطلي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ونظيره بطل كوبا أمريكا 2021.